أكد قائد قوات أمن الحج محمد بن عبد الله البسامي جاهزية كافة القطاعات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وخدمتهم في حج هذا العام. وخلال مؤتمر صحفي قال قائد قوات أمن الحج إن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج، مضيفا أن قوات الأمن تفرض طوقا أمنيا على المشاعر المقدسة لمنع دخول غير المصرح لهم بالدخول. كما أود أن أشير إلى أن سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اعتمد خطتان أمنيتان لهذا العام، خطة حفظ النظام والخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام، والتي تضمنت ما يلي: الاستعداد لمواجهة أي أعمال تستهدف إلى الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تكثيف الحضور الأمني والميداني بما يضمن سرعة رصد كافة أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع الجريمة ومكافحة النشل أو أي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.